عشان كل صورة واضحة للجميع. سبعة، 1 2 3 4 5 6 7، 7 ضلوع، 7 ريبس على قولتهم. فبعد الغسيل سير الماكينة، تعرف الحين يكون معلق في قطع الغيار، طبعا يكون بدون كيس معلق في المستودع، فيكون عليه بعض الغبار، فأنا نظفته غسلته بالماء، وراح أضيف عليه المحلول مقاوم أو يعطي عمر أطول لسير الماكينة وحماية له من التشققات وعوامل الحرارة. طبعا السعر تقريبا 15 ريال عند ساكو. طبعا هذا يستخدم لتلميع طبلون السيارة، أي شيء بلاستيك في السيارة، تلميع الجنوب، تلميع الجلد، الربرات اللي على الأبواب، يعني من ضمن الأشياء الكويسة فيها أنه إيش جيد للسير. فراح أضيفه في العلبة هذه، علبة حليب أطفال، تكون يعني عشان تأخذ السير، سير ما شاء الله طويل. فنبدأ الآن بلف السير، طبعا احط السير هنا وافضي العلبة دي، يمكن تكفي واحدة، انا جايب الثاني احتياط. طبعا العلبة دي كم ملي؟ 295 ملي. الفينيل والمادة البينيل هي الاقراص القديمة، اقراص التسجيل السوداء اللي افلام ابيض وسود، اسطوانات المدورة السوداء دي، هذا الفينيل يلمعها ويحميها من التشققات، كذلك الربر، مادة الربر، كذلك البلاستيك، يعني أي شيء بلاستيك ربر يعني إن شاء الله مع الله يحميه. نبدأ لف السير. يعني علبة واحدة ما شاء الله كفت وزيادة. طبعا ريحته قوية شوي، فيفضل تلبس بعد مرور تقريبا فوق الساعتين. راح نطلع السير ونشفه. أهم شيء الجلوفز يا شباب، البس دساسات، مادة كيميائية ما تدري ايش وضعها. طبعا الزائد اللي باقي هذه ترجع في العلبة، ترجب العلبة وتستخدمه في تلميع كفر، تلميع طبلون، تلميع بلاستيك ربر، تلميع ربرات الأبواب. طبعا مادة لزجة فيها لزوجة زي الصمغ أو غرة كذا. فنخليه ينشف شوية كذا، طبعا تخليه ينشف بدون ما تغسله بمويه، بس علقه كذا خليه ينزل طبعا الفائدة من المادة ذي اللي تلميع الطبلون
أنا تحافظ على السير، وفي حال لو في أصوات تقلل الأصوات. أنا موتري في صوت أثناء التشغيل الصباح بدري، قلت خلنا غير السير لأنه من الوكالة. الموتر ماشي الآن تقريبا 157,000 كيلو، 2014 فورشة 6 سلندر، فبحاول أغير السير. طبعا السير القديم الوكالة ما في الزين، بس فيه بعض التشققات من داخل، تحس انه متفطر شيء بسيط. والصيف جاي، قلت بالمرة خلينا نغيره ونشوف الصوت، هل يختفي الصوت بعد ما نغير السير الجديد او يبقى مثل ما هو. طبعا راح تفك الغطاء، يعني طريقة فك السير الماكينة، يعني انك تفكه من فوق من هنا من جهة الادياتر، تفك الغطاء الماكينة هذا، تفك البرغيين مقاس 10 وتشيله وتحاول توصل لبكرة الشداد، تنشنال بولي يسمونها بالانجليزي، او انك ايش تدخل من تحت الموتر تفك الصاجة ذي تنزلها، هم تلقى المكرات كلها تحتك، بس فيها فك بلوط، فك البلوط ذي والبلوط ذي، وتحول تحت بعد كذلك في بلوط. فالافضل للشخص المبتدئ انه يفك من تحت، افضل له الفك من تحت، هيكون اسهل، اسهل بكثير، لان كل شيء المكرات تحت، ان هي بيتردك الخرطيش والهواز وقربة الاديتر والسيفون، فحيكون صعب. ممكن اقدر ارخيه من هنا بكرة الشدات تحت هناك، اوريكم اياها بعدين، او انك ترخيها من تحت. والله يوفقنا فيما يحب ويرضى. طبعا هذا تويوتا اصلي، مقاس هذا مقاس 7PK2120، هذا المقاس. صنع في اندونيسيا، كيف تعرف المقاس انه مضبوط؟ تحطهم جنب بعض كذا، ما تحطهم فوق بعض، غلط، تحطهم فوق بعض جنب بعض، قصدي هذا الجديد وهذا القديم. زي ما قلنا تفرع عكس عقارب الساعة عشان تتحرك معك. شوف شفت البكرة هذيك،
شفت يا اخوان والله تتحرك معك تكون الصورة أوضح. شو تلاحظون السير هناك يرتخي طبعا عيب بعض السيارات اليابانية انها ما تسوي زي النظام الامريكي تسوي لك خريطة تكون دائما بالعادة موجودة لا فتحت الكبوت موجودة خريطة البكرات طريقة البكرات وين الوتر مضخة الماء وين مضخة الباور وين الدينامو وين الكمبريسر فأنا سويت رسم توضيحي اجتهاد شخصي شفت فمثلا الباور ستيرينج اللي ذا ابد لا فتحت الكبوت يسارك وطرمبة الماء اللي في النص اللي عليها المروحة ومن تحتها الكرانك شيفت طبعا اتكلم على الكبار ويمين من جهة السائق الكمبريسر حق التكييف وفوقه الدينامو هذا الدينامو ومن يسار الدينامو البيرينج الصغير ذا البكرة الصغيرة ومن تحتها شوي يسار هذه بكرة الشداد هذه اللي عليها الكلام اللي راح نفكها ان شاء الله او يعني نرخي فيها مفتاح 14 ومن تحتها مباشرة بيرينج صغير بعد يعني المجموع اربع بيرينجات صغار والباقي والخمسة الكبار اللي ما بين باور ومضخة ماء ودينامو وكمبريسر والكرانك شيفت بكرة الكرانك شيفت اللي عليها مثبت عليها مروحة الموتر مروحة الموتر الوردية دي مثبت على بكرة الكرانك شيفت عفوا على شو اسمها طرمبة الماء كرانك شيفت اللي تحتها السودة دي هاي كرانك شيفت بس تمشي على الخريطة خلاص تكون في السليم لأن الفك سهل بس فك السير يعني بس ترجيع لمكانه فوق البكرات كل بكرة عليها السير يمشي هذا يبي لها شوي تركيز شوي سلامتكم طبعا تبدأ زي ما قلت تستخدم العصا الطويلة دي طولها 600 ملي نص انش راسدار نص انش تاخذ لك حبة طويلة مقاس 14 بسم الله لها تركيز شوي البكرات يا شباب يا اخوان
احنا ما نبي البكرة السفلية، نبغى اللي مو فوقها اللي انا عندها. اخوان ثبت، شفت مسك الحين بكرة الشداد. هذيك بكرة الشداد تبدأ، شوف يرتخي معك السير، الدفة يسار يرتخي معك السير، اشتي اخوان السير ارتخى في اللحظة هذه. تقدر تستخدم طريقة ثانية بس، فإذا أنت لحالك تشتغل تبي أحد يشده معك تستخدم الحبل المطاط هذا، يبيعونه في ساكو تقريبا بخمسة ريال أو أربعة ريال، تشده زي كذا، تركب الشنكار في ذا من هنا، مسه يعني بالذات تحت، إذا بتفك الموتر من تحت شوف زي كذا ثبته، أي حاجة عندك برغي في الكبوت اشتي اخوان ثبت، ثبته وتلقى السير مرتخي، شوف السير مرتخي يا اخوان. أقدر أطلع بيدي زي ما قلت يا أخوان، الفك أسهل من التركيب. طبعا تسحب مع مكره، تبدا من بكرة ال يعني انك تبدا من عند الدينامو هذا، او تبدا من جهة علبة الباور، شفت علبة الباور مرة مرتخي، شوف طلع معك السير. طبعا انا فكيته تجيبه من ورا المروحة، جيب من الخلف جيب من الخلف لأن يطيح. خلاص هذا الحين ذا فكناه، ما لنا في حاجته، تحاول ان ايش الحديد ما يلمس الاصابع البطارية تكون مغطاة. فتبدأ السير تجيبه من قدام المروحة، السير شفت
تلف عكس عقارب الساعة كذا. راح معك أحيانًا ترى يخرب السبرينج ذا، هيجيك بيرينج مدور وجنبها زي السبرينج، السبرينج خربان لازم تغير القاعدة كلها كاملة. هذا السير حق ما فكناه فيه زي الحصى، شو اللي يلمع ذا رمل ومحتاج تغيير، يعني من 2014 ما تغير، يعني لسه فيه كدة سنة بس. بما ان الموتر فيه صوت، الموتر فيه صوت، فقلت خلنا نغير السير، في مشكلة في السير، وإذا المشكلة مي في السير يعني غيرنا السير، يشوف يمكن العلة في شيء ثاني في البيرنج. عادي أنا حاسس إن البيرنج حق الشداد، بكرة الشداد فيه مشكلة، راح أوضح لكم كيف تعرف. طبعا تفر البكرة، يعني ما انا فكيت السير شيك على البكرات، فرها كذا ما في صوت خلاص. طيب هذا ما في صوت، شوفوا البيرنج هذا تبدأ. هذا السير جديد، ترجعه أو تدخل نور المروحة، ترفع العصب. أول فما أقدر أشتغل بيد وأصور بيد، فبحاول إنه يعني حتى ما يكون مقطع طويل عليكم، يعني ترجع شير على البكرات كلها بناء على الخريطة أو الكروكي حق البكرات. ما تجيب السير من تحت البكرة مثلا، لا جيبها من فوقها. إيه في بعض البكرات يجيبها من تحتها زي ذي البيرنج هذا. ايه عفوا قالبها، شفت مثلا بكرة الباور السير يجي من فوق زي ما انتم شايفين الان من فوق، البيرنج الصغير ذا يجي من فوقه. ايه فامشي على الخطوات هذه وان شاء الله امورك طيبة. طبعا ركبنا الحبة في بكرة الشداد بعد ما دفيت العصا آخر شيء يمين جهة البطارية، فالآن زي ما تشايفين عكس عقارب الساعة، شفت؟ أيوة السير الآن، ركب السير. طبعا في حال ما عندك احد يساعدك تاخذ الحبل المطاطي ده، تشبك في اي هوك مثلا
تحت الشبكة. ماسك في العصا شادة معك مثبتة في أي فتحة في أي حديدة. الآن البكرة حقت الباور ثبت السير عليها. يكون السير ذا فوق البيرنج نشتغل على البكرة ومشير الأسنان. أو الحزوز هذه تكون راكبة على نفس الحزوز اللي في البكرة حتى يكون التركيب صح. باقي شيء بسيط باقي شيء بسيط بلا شد زيادة. بس انت بلا ينط عليك خطير هذا ترى خطير يا اخوان. الله أكبر. الله أكبر. فالآن ركب ما شاء الله. أهم شيء تأكد إن ما في طرف السير طالع برا البكرة فينفلت بعدين يقطع عليك المواصير وتأكد ان كل شيء سليم قبل ما تفك الشداد. هذا الحين مشدود الان رابطه بالحبل المغاط هذا ما شاء الله. الله فادي في امور كثيره صراحه. تقدر اذا ما عندك المطاط ذاب اي حبل شده شد بحبل واسحبه. الحين راكب والامور تأكد ان الامور طيبة. تأكد كل شيء ماشي صح. اهم شيء الحزوز تكون ابد على نفس ايه على البكرة بالضبط. شوف الدينامو كذلك. اوكي راكب. بنتخذ الحين نبدأ نفك الشداد.
خلاص ما شاء الله شاد الآن. سير شاد على الدينامو على كمبريسر. الآن ركبنا السير الجديد، شيكنا على الوزنية راكب صح، فتأكدوا إنه قبل ما تشغل السيارة ما في مفاتيح، ما في صواميل، ما في براغي، ما في مفكات عشان ما تخرب عليك السيارة. طبعا هذا السير قديم وجديد راكب، بنشغل الموتر الآن. بسم الله ما شاء الله الموتر شغال، أصوات ما في أصوات. طبعا في صوت زي صوت البيرنج، في زي الحنة بسيطة اللي هي بيرنج بكرة الشداد، شكله بيها تغيير. في يوم ثاني ان شاء الله نسوي حلقة بخصوص تغيير البيرنج، كيف تغيير البيرنج. من اليوم حاولت القى لي بيرنج ما لقيت، مع الأوضاع الحالية يسكرون بدري صناعية بخصوص موضوع الكورونا الله يكفينا شرها، يحفظنا ويحفظ المسلمين أجمعين من كل شر. فإن شاء الله مثل ما تيسرت الأمور بسوي حلقة جديدة بخصوص تغيير البيرنج. السيارة ركبناها، هذا السير الجديد، هذا ركبنا. طب يكون عندك عدة زي كذا يعني تنفعك في البيت في السيارة. طبعا السير القديم يعني وضعه وسط، فيفضل انك تحتفظ فيه في حال لو صار شيء لا قدر الله في خط بعيد على المدينة ما حولك قطع غيار ولا شيء، ذيك الساعة تقدر تستخدمه وتخليه في معاك في السيارة في شنطة السيارة.